في إطار استراتيجية الدولة، لم تدخر القيادة السياسية جهداً لإعادة اكتشاف ما تخفيه الأرض المصرية من كنوز وتحقيق النهضة الصناعية عبر استغلال ثرواتها الطبيعية ومنها الرمال السوداء المتواجدة على الشريط الساحلي وبالقرب من مصبات الأنهار. معدن الإلمينايت ويوجد في الرمال المصرية السوداء بنسبة عالية، حيث تصل نسبة التيتانيوم في المعدن إلى 48%، ويعتبر المصدر الرئيسي لإنتاج أكسيد التيتانيوم عالمياً. يتم فصل وإنتاج المعدن من الركاز المغناطيسي الناتج من وحدة التغذية الرئيسية بمصنع فصل المعادن، ويمكن استغلال الخام لإنتاج بعض المنتجات الصناعية الهامة مثل صناعة الدهانات، البلاستيك، الورق، المطاط، المنسوجات، مستحضرات التجميل، الجلود، سبيكة الفروتيتانيوم والتي تستخدم في إنتاج الصلب الكربوني، الصلب المقاوم للحرارة، كما يستخدم في صناعة هياكل الطائرات والغواصات. الإنتاج السنوي المتوقع حوالي 298,000 طن. العوائد الاستثمارية المتوقعة حوالي 3 مليارات دولار لصناعات القيمة المضافة لمعدن الإلمينايت. معدن الزركون. يوجد معدن الزركون في الرمال المصرية السوداء بنسبة عالية، حيث تصل نسبة الزركونيوم في المعدن من 60% إلى 66%. يتم فصل وإنتاج المعدن من الركاز الغير مغناطيسي الناتج من وحدة التغذية الرئيسية لمصنع فصل المعدن، ويمكن استغلال الخام لإنتاج بعض المنتجات الصناعية الهامة مثل السيراميك، الزجاج، التجهيزات الصناعية، سبائك المواتير، الصناعات النووية، قلوب المفاعلات، الصناعات الإلكترونية، طب الأسنان. الإنتاج السنوي المتوقع حوالي 25,000 طن سنوياً طبقاً لدراسة الجدوى بمنطقة البرونوس. معدن الزركون. معدن الماغنيتايت. تحتوي الرمال المصرية السوداء على معدن الماغنيتايت، ويتم فصل المعدن من وحدة التغذية الرئيسية بمصنع فصل المعدن، ويستخدم في العديد من الصناعات، حيث يدخل في صناعة الحديد الإسفنجي، الحديد الزهر عالي الجودة، صناعة الفيروتيتانيوم، تثبيت وإزالة ملوحة التربة. الإنتاج السنوي المتوقع حوالي 12,000 طن سنوياً طبقاً لدراسة الجدوى بمنطقة البرونوس. معدن الماغنيتايت. معدن الروتايل. تحتوي الرمال المصرية السوداء على معدن الروتايل، ويعتبر أحد المصادر الرئيسية لإنتاج أكسيد التيتانيوم. يتم فصل وإنتاج المعدن من الركاز الغير مغناطيسي الناتج من وحدة التغذية الرئيسية بمصنع فصل المعادن، ويمكن استغلال الخام لإنتاج بعض المنتجات الصناعية الهامة مثل صناعات أنواع الحبر، الأدوية، الصابون، المواد الغذائية، بالإضافة إلى صناعة أسياخ اللحام. يساعد معدن الروتايل في إنتاج أكسيد التيتانيوم والروتايل المخلق والنانو روتايل في جذب استثمارات كبيرة. الإنتاج السنوي المتوقع حوالي 11,000 طن سنوياً طبقاً لدراسة الجدوى بمنطقة البرونوس. معدن الروتايل. معدن الجرانيت. تحتوي الرمال المصرية السوداء على كميات كبيرة من معدن الجرانيت. يتم إنتاج معدن الجرانيت من الركاز المغناطيسي الناتج من وحدة التغذية الرئيسية والمعالج بمصنع فصل المعادن، ونظرا لصلابة المعدن العالية فإنه يستخدم في العديد من الصناعات الهامة مثل فلاتر المياه، تلميع الأسطح المعدنية بضغط الهواء وضغط الماء، القطع بضغط المياه، أحجار الجلخ،
أوراق الصنفرة، دهانات الواجهات. الإنتاج السنوي المتوقع حوالي 23 ألف طن سنوياً طبقاً لدراسة الجدوى بمنطقة البرونكس. معدن الجرانيت. معدن المونازايت. تحتوي الرمال المصرية السوداء على معدن المونازايت، ويعتبر مصدراً استراتيجياً لإنتاج العناصر الأرضية النادرة 14 عنصراً بالإضافة إلى الثوريوم واليورانيوم. يتم إنتاج معدن المونازايت من الركاز الغير مغناطيسي بوحدة التغذية الرئيسية بمصنع فصل المعادن. يدخل معدن المونازايت في مجموعة كبيرة من الصناعات المتطورة تكنولوجياً والصناعات الإلكترونية، صناعة المواد فائقة التوصيل، صناعة مواد الفلوريسنت، صناعات الزجاج عالية الجودة والكريستال النحوي. ويستخدم أيضاً في الصناعات النووية والأجهزة المغناطيسية والأجهزة الطبية. الإنتاج السنوي المتوقع حوالي 145 طن سنوياً طبقاً لدراسة الجدوى بمنطقة البرونكس. يساعد في جذب مجموعة من الاستثمارات الهائلة لمجموعة كبيرة من الصناعات المتطورة. معدن المونازايت. وبمثل هذه الاستراتيجية نجحت مصر في توطين المزيد من الصناعات وفق أحدث النظم التكنولوجية.